امبارح واستمرارا لتنفيذ مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي بتهدف لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وده يرجع للمسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية، واللي بتهدف لتقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين. من الدور ده قامت وزارة الداخلية بإفاد عدة قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العادية، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان على الأسر والمواطنين بالقرى والأحياء الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.